مساجر والدير ذيك منطقة الشيبانك ما يروح من الديرة. لا ما ابوي مستحيل ما يروح من الديرة. من شقرة. هو في شقرة. شقرة. ما بدي ربعكم في. لا لا لا, لا ربعنا ربعنا في ساجر والدير والدوان ويحول الدير ذيك هذا. من بعد. خلاكم تروحون شقرة. شقرة جامعتنا ودنيانا ورزقنا. شقرة دحين وظيفة جامعة صح. فيها جامعة وظيفة أخوي بعد. أكبر منك أخوك. وي ونبي نقرب للرياض شوي. أقرب إيش. الحين إحنا بغيت عماني وخوالي رحت هذا. أحب. رحت ساجر وبغيت جيتك جيتك في وجهي في وجهي والله ما يدك طالبك طالبك انا في وجهي من مرهب دقايق بعلمك خلاص بدون ما تعد الحق بدون ما تعد ثواني ثواني بدون ما تعد ايده بدون ما تعد قل لا اله الا الله قل لا اله الا الله حقق معه حقق والله العشيك درب خطاه علم وش الخطا وش الخطا وش الخطا وش سوي طبعا ذكر العيشه ها ما ندري وش تقول اوت شهد شهد والله انا بموت والله قبل تموت عباس 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 ليه ما صوت لي والله انه ناداك لا تحلف الكنترول قال والله انه قال لا تنادون عباس بسم الله الرحمن الرحيم الشكل منه حط يدينه هذه اول اشعاره على كل رقمه على كل رقمه لقمه رز بقى انا اكتب شعرك دخت ما دخت كذاب كذاب والله انك دخت والله انك كذاب كذاب انا ودي اخاني ودي كذاب هذا عرفت الحصني اللي يطيح سنه مدعوس عرفت المقطع حق جعفر يبون يذبحونه قم 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 خالد مسوي مسكين هو سكين والله ان نداك والله لا تحلف الوحيد اللي يقول لي تحبس لا تحلف انا اللي موت ابعد لين ثلاث ما قمت ترى بيصير لك شيء ما صار لك في حياتك لا انا عارف عارف تفك الشمال عارف اعترف زين قمت زين قمت زين هات يديك 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 نصيحه اعترف خطاي ترى بادبجك على ظهرك اخلي له سقم وقت النهايه لك ميله خلاص بعترف اصر اصر لازم اربطك اصر قل زي كذا نصيحه والله قل زي كذا مد يدك زين ها مد مدها كذا ها مد يدك لمده وفاء حبها ودسها اي انا اعلمك الحين يلا الله يهديك على ميدي عباس كذاب كذاب انا عارف 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 احنا وصلنا النهايات لازم اتقاضى لازم اتقاضى لف 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 ما اشيك ما اشيك لف لا سحبك لف يديك بدي لف 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 هات رجليك هات رجليك والله غير اربط يديك ورجليك وحقق معي امير بتعبين كذا امير بدك انا بوجه انا بوجه الشيوخ كل اللي بيني وبينهم علاقه انا جاي اعدون لا تربط رجلي لا تربط رجلي ما تقدر ويش؟ شوف 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 بالله قرب الكاميرا بالله دقيقة 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 قرب الكاميرا بعطيه ثلاث ثواني على بال ما يقرب الكاميرا ثلاث ثواني اصبر 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 شوف 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 خلك 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 شوف لا 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 هذه ويش؟ يا اخي بالله سالفة تكفى هذا رزة رزة في شعري وش جابها شعرك؟ على الارض مليان على الارض لا 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 لانه كان ياكل بسرعة ما يبين يلحق ذي ها دوم جابك دوم تكفى سيف 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 تكفى سيف خلك 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 لا يعني الرز وصل جبهتك عند مصاصين صوتك ما وصلني ليه ما ناداك العشاء صح؟ ما ناداني ترى ترى هذه منين جايبها؟ وشو؟ من جبهتك حبة رز كان ياكل بشراسة كان ياكل بشراسة في ذمتك ابى اقول كلام يقول انا مناديكم قول انا ساج حتى ها حتى دخل حتى ابو سعيد راح خلته يسوي ندوم يا اخي ما تستحي ليه 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 ما ليه ما عزمتوني يا رجل ابشر بالحق الله يلحق الحق وين انا بكره طالعين الحق الحق برا اشتيك بكره نطلع وين ساعه قصدي بعد بكره شقره في شقره اليوم وشو اليوم احنا دخلنا الربوع اصبحنا اصبح من قله الثلاثاء والله لا اشيك قصدي وبكره طالعين وداعي برا برا في تخصصي اي بكره نودع قري ونرجع لنا يوم الجمعه والله لا اشيك وتخص والله 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 وش دوم تبعين اصور والله ستيك والله لا اشيك ستيك لو انه يكلف 2000 خلاص في ذمتك تكفى 2000 لا غالي تكفى عباس على الكلام اللي قلته لي ادفع 2000 تكفى عباس 2000 غالي تكفى عباس تخصي ولا لا البيك تكفى عباس 2000 ورانا مراكز تكفى عباس اصور ترى يجمع في المركز دقيقه تحسب احد بيفكك مني اليومين ذي فرحه للشباب لكن اللي كان اللي كنت تدور السيك تصفيه حسابات انت تسوي نفسك تقول السيك ومدري ايش وانت بس قاعد تدعم المتسابقين
يدعم 10 10 يدعم متسابق يرجعوا مره شو متسابق يدعم متسابقين يا عمي حماي يعرض بالوجه هذا كفو يدعم يستحق ويدعم متسابقين هو حجته قويه بس انا حلفت انك تعشيني والله لا اشيك يا بابا ستيك شوف انا ستيك انت معك دول حولي رجيتك فوق غالي انا معك ستيك والله اني اعرف لك انا وياك والله اني اعرفك محل ستيك فتخصصي انا في ذمتك انا معك نواف تكفي نواف انا بجاه ابوك انك ما تدخل بشيء تكفي نواف تكفي ابو محمد محمد لاني دخلت بجاه ابوك وانت صار رجله رجله يا بشم وش قلبه؟ ولد شيء رجله تكفي نواف تكفي صدق والله رجله صدق والله اصبر 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 لا 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 تكفى تكفى فك 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 رجله اصبر 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 على هادي على هادي تكفى تكفى على هادي على هادي خلنا فك رجلك فك رجلك لا تكفى تكفى بس تكفى 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 تسوي شيء تكفى تكفى نواف مد رجلك فك 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 مد رجلك على فرقه فرقه فتك لا يا ولد صواق 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 يلا يجي الموشد موشد 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 قل لا اله الا الله اذكر الله تكفى تكفى بجيبها راح اجيب ثلج بروح اجيب ثلج خلاص 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 سرعه سرعه مد رجلك على الخفيف معي 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 حبة حبة يا ولد خلي يا خلي خلي أخو شاء الله مصدق أبعد أبعد أساس معي 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 حاولت أصبر 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 جهة ثانية على الخفيف على الخفيف على الخفيف على الخفيف على الخفيف أصبر 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 على الخفيف أوه هذا الصفاق يا رجال صفاق صفاق ما مدك شد شد ولا صفاق حط حط شد هو شد بس أذكر الله يا ولد قاعدني قاعد دقيقة يا ولد هنا افرك افرك رجلي اسس اسس والله اني دريت والله العظيم اني داري انك مالك هذا خليتني افكر كلها والله اني دريت انت وراها والله اني دريت يا سيد والله اني دريت خله خله لا اللي فيه صوقه وشد لا تشيل والله اني دريت النسخه صاروا ممثلين والله العظيم ابشر الله بسعدك يا خالد هذا كله لعيون خالد الروقي من داخل بوجه شيبان الله استغفر الله لا تتمرضوا فتمرضوا هذه نصيحة للناس اللي يتابعونا مايك إن شاء الله ما خرب خلاص الله يرحم شيبان لا شوفك جاي أبشر أي عباس خلاص تعال صلح 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 صحيح يقول بعشي ستيك يقول مريض هذا تدري إن هذا سويته كله عشانك تعال نواه خلك فنص يا نواه تعال أنت هنا والله ما أجيك تعال يصلح بيننا خلاص ما عشان لا 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 اسمع هنا طاولة الصلح أنا ما مشيت أنا معشي انا مع الشيت اوه هنا تعال ارجع تعال امشي انا مع الشيت كان اقدر اخذ واعطي اقدر اتقبل الناس حيا عين سيك اجا والله حصل لك خليك تمشي خاري اني صدقت خاري ممثل فنان بس ما حلت متى قلت بعدين خلي خل بلبس ربع اي نبدا انت مقطع حق في ذا القريه انت مقطع حق طيب انت مقطع اجلس طيب من فين طيب قول لا اله الا الله يا رجال حق لا اله الا الله والله ما يجيكم العلم الصحيح صلى الله عليه وسلم اي انقاطعني تراني بقطع وجهه خذ راحتك سؤال يلا انا يا رجال اي لي 90 يوم هنا وشو لا مو بقطع 90 يوم اي وهالرجال ذا متولجني متولجك نعم كل ثانيه في كل جزء من الثانيه ما خلاص الإشارة مسموح الإشارة مسموح فيها الفضاح إن أنتك أنا بعلمك هباش يقول خالد الراقي متولجة من أول سكريبت كل كل جزء ثاني هو يتولج أنتم قاضين قاضين أنا محامي حقي أنا بحكم معك أنا بحكم معك ليوم 60 بعدها راح نرفع إلى نواف لا أنا تولجت الحين أنا محامي خالد أنتم بعتوا الليلة أنا محامي خالد بعتوها على طول قبل أن نبدأ فيها لا ما تقول اسلم نفداك ما عاد بها نفداك والله انت قول هي نفداك قول لا اله الا الله الحين المحاميين لا اخ عباس تكلموا فكروا الكل تكلم تكلم والله ما يجيكم العلم الصحيح ايش قمت تراني اهرد صادق انا صادق بعد طيب اسكت يلا منعني منك يضرب يضرب مد يده يمد يده انا جات مدت يد ما وقفت عندكم كمل بين القضاء قول لا اله الا الله لا الرجال ذا على كل لقمه القاه يهرج فيها وعلى كل وجبة تجي ما يناديني فيها سواء كنت نايم عند الإعداد فقرة بروفة أي شيء أنت وش صحكمك ما يناديني
واليوم شفتوها فالختام ايه قبل شي داخل انا حط الرز حط الدنيا اكل كيف دريت وقال من شعره اللي جاء حبه الرز شعره اللي شعره اللي في العجينه وجاء ويوم مريت من عند الاعداد ابغى المايك حقي تدري ايش قال؟ قالوا ليش خالد الروقي ما يناديك على العشاء؟ قلت افا هم تعشوا حلو رجعوا لي الاعداد بشرير الا طالع قال لا احد يقول الهباس اسكتوا كونوا بسرعه يعني يوصيهم بالسرعه هذا اولا ثانيا اي شيء يسويه من فعلا طيب يناظرني يقول انت خدودك ما ادري ايش دخله انا المحامي ممكن ارد اصبر اصبر, أصبر, أصبر, أصبر دقيقه ما ابي نسمع كلام خالد انا بعرف هو ليه هو ليه ما عجبته انا المحامي وليه ما عجبتوني بيتي جنبي بقول كلامي سالم اسلم اسمعني انا بقول كلمتين احنا سمعنا من الطرف الاول نبي نسمع من الطرف الثاني انتم قضاه عادلين يا رجال ان شاء الله ان شاء الله انا عادلي الرجال على حسب الرجال ذا متولجني وشفت هو متولجني وانا ابي لهم خير يا رجال الرجال صار هذا كبر تريلاتهم صار كبر اي حق لي هذا تنمر ما انا دخل انا بما اني محامي هباش ليا بتكلم غصب انا القاضي اللي باخر اسمه الرجال صار كبر تريلاتهم صار كبر تريلاتهم الرجال يبي يجي يضمه فهودي صغير صغير يضمه ولدي هذيل منه يا رجل مكبره مكبره الرجال يمينك ويسارك خالد خالد الرجال يجي راحوا انت عندك يا خالد انا بلا خير بهنا ترحب دقيقه ما تدخل وجهك لا يا قاضي اسمع هذا انا قاضي خلاص اسمع اسمع يا خالد الروقي يعني انت كنت ما ناديته خوفا عليه ويحب له اهتمام صح؟ صح انا يوم ما تناديني ليه؟ ما شفتك لا 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 يعني لا ما شفتك سيد القاضي اسكت سيد القاضي اسمعوني يا رجل اسمع اسمع انا محامي سيد القاضي سيد القاضي اسمع خالد الروقي عطى تبرير كاذب وانا خليته لين يخلص كلامه لقد وصلت المرحلة انه ما ينادي اي احد لدرجة صرنا ناكل اندومي اندومي كنا ناكل لحم بعضنا مع الرجال مع المحامي الرجل هذا رجل نزيه رجل شريف يلا يلا رجل نزيه رجل شريف تدري ليه ما ينادي هذا على العشاء والغداء يبي خويه يضعف يدري ان خويه جنوبه كبار خدوده كبار طيب انا ايش دخلني؟ ايش دخلني انا؟ بسم الله ثواني ثواني بسم الله ابو جنوب الحكم 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 ابو جنوب بناء على ما تستند عليه الماده جيم ذاب رقم عليت المهم الحكم حكمنا بما هو ات اولا الحكم على خالد بن جديع بتحضير كبشين طليين لهباسة إيه؟ الحربي لا والله ترفع قميص ثاني عارفين الدراهم اللي جاتك بتقديم ايه عارفين الدراهم اللي جاتك لهباس وخويه سيف المحامي الرجل النزيه وتقديم اسمع قيمة صار. مادية كم لسيف 10,000 ريال نعم ايضا العزيمة حضرونها وجهات المنطقة عباس جيرو جيرو قاضية ارجع ارجع لا اسمعني اسمعني قاضية بديت القاية ارجع اجلس هذا الحكم الأول قضية راح الحكم خلاص. الثاني احضار جميع السكريبتيتيين وجمهورهم جمهور بقصر كبير اسمع ذبح طليين على الجمهور جمهور 200,000 أربعة قعدان ايه تقديم جيب لاند كروز للمحامي وجيب شاص الهباس يطش راسي رجل راعي يبل وراعي علم طيب نعم وايضا هذا وش دندية حنا تعرف دندية هنا لاند كروز لا اوكي خلها تجري ليه طيب ذحين من هو المخطي المخطي خالد عبيد خالد عبيد يقول وتقديم خالد عبيد خالد عبيد انت الكلام هو المخطي عليك خالد عبيد يقول خالد عبيد يقول خالد عبيد يا ولد انت قاضي فاشل يقول هذا بيت ثبتك حيلان قسم بيت الله قلت شيء غلط
أذن أذن يا أبو منصور أذن تكفى منصور أذن أذن تكفى